let me stress that the Turkish people firmly believe that what happened to the Armenians was not genocide. أهلا بكم من جديد. يوم 24 إبريل الماضي مرت 100 سنة على مذبحة الأرمن في تركيا. أرمينيا كلها كانت مسخرة إلى هذه الذكرى. وفد مصري من شعبي من 70 شخصية سافروا إلى أرمينيا للمشاركة في هذه الذكرى. كان على رأس هذا الوفد الشعبي المتنوع بين باحثين وصحفيين وإعلاميين وأساتذة جامعة، كان على رأسهم البابا تواضروس الثاني رأس الكنيسة المصرية. الحقيقة كان مفروض يكون في الوفد أهم شخص يمكن غاب عن الوفد، هو ضيف الآن الدكتور محمد رفعت الإمام. دكتور محمد رفعت، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. لكن خلينا أقول أنه حضرتك أستاذ التاريخ المعاصر ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة دمنهور، وهو أيضا عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعضو مجلس إدارة مركز دراسات الأرمنية جامعة القاهرة وعضو لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو اتحاد المؤرخين بالقاهرة. ليه الدكتور محمد رفعت الإمام هو شخصية مهمة غابت عن الوفد؟ الأسباب شخصية وعائلية. الحقيقة كان يتمنى أن يذهب وحيقول لنا إيه السبب، لأنه في الحقيقة هو يمكن أن يطلق عليه أنه مؤرخ الأرمن في مصر. أخذ رسالة الماجستير بتاعته عن الأرمن في مصر في القرن 19، ورسالة الدكتوراه أيضا كانت عن الأرمن في مصر في القرن 20، وله مؤلفات عديدة أيضا في الأرمن زي الأرمن والغرب والإسلام والقضية الأرمنية في الدولة العثمانية. لكن أيضا هو الحقيقة بيلفت النظر أنه باحث جاد فيما يمكن وصفه بمصر الأخرى. بجانب الأرمن عنده دراسات عن الإيرانيين في مصر وعن البهائيين في مصر أيضا وعن أولاد الشوارع في مصر من سنة 1983 لغاية 1949، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية والأقليات الدينية في مصر. حقيقة باحث يثير الاحترام ويكبرنا على الانحناء. ليه اهتميت بالأرمن يعني؟ الاهتمام بدأ من البحث عن سؤال كبير، ليه الأرمن جم مصر؟ نعم. وليه مصر تحديدا؟ ولفت نظري عناصر كتير موجودة في بنية الشعب المصري. أرمن، أروام، طلاينة، ملطيين، كوزموبوليتان، جرقسة. طب ليه الناس دي جت مصر وإيه ظروف مجيها لمصر؟ كان البحث عن هذا السؤال الكبير، وبقيت أقول يا ربي هل ابن خلدون كان محق لما وصف مصر بأم الدنيا لأنها احتوت جميع هذه العناصر ولم تطرد أبدا إلا الغازي والمحتل، لكن كل من أتاها فتحت الأبواب على مصراعيها ورحبت بالكل وعاش الكل يعني مترابط جدا في نسيج المجتمع المصري طالما أنه مش محتل. كويس، ده الشرط الوحيد. ده كان السؤال الكبير اللي أنا دخلت به موضوع الأرمن في مصر. وأثناء البحث عن خيوط السرمة، أنا مسميها خيوط السرمة في الشخصية المصرية، الزركشة اللي موجودة في الشخصية المصرية، اكتشفت أن تاريخ الأرمن عبر العصور تاريخ مأساوي. أرمينيا لأنها على مفرق الطرق التجارية والعسكرية بين أوروبا وآسيا، فجميع حروب الإمبراطوريات المتصارعة كانت على الأراضي الأرمنية، تعدي عليها لازم يا إما أرمينيا جزء من الحرب أو الأرض هي مسرح العمليات. وعشان كده بيطلق عليها في الأدبيات تفاحة الحرب. واكتشفت إن اتعرض لسلسلة من الاضطهادات ومحاولة الشعوب الأخرى لإخضاعهم وإصهارهم،
وعشان كده الزرادتشيين الفرس لما حبوا يفرضوا عليهم الزرادتشية فضلوا ده مذهب المذهب ديني وفلسفي لا فضلوا اللي هي عبادة النار فضلوا يقبلوا المسيحية وعشان كده هي أول دولة مسيحية في التاريخ أعلنت المسيحية دينا رسميا دين لها 301 ميلادي أيضا لاحظت في التاريخ الحديث سلسلة من المذابح اللي تعرضوا ليها لما الدولة العثمانية احتلت أرمينيا الغربية اللي هو النصف الثاني من أرمينيا لأن أرمينيا الشرقية كانت محتلة من قبل الفرس ثم الروس أرمينيا الغربية وقع فيها سلسلة مذابح بدءا من عصر السلطان عبد الحميد مرورا بالاتحاديين وانتهاءا بالكماليين ولا زالت المذبحة مستمرة بالإنكار التركي الأردواني حتى يومنا هذا فلفت نظري وجود مأساة إنسانية وبعدين لفت نظري أكتر إن الخصوم سواء بيزجوا بالدين في لعبة الصراع من أجل البقاء اللي كان بين الدولة العثمانية وبين الأرمن فلفت نظري هل النص الإسلام كنص مسؤول أم إن الفتاوى السياسية من قبل شيخ الإسلام هي المسؤول في إسطنبول تمام شيخ الإسلام في إسطنبول وعلى الطريق اكتشفت ولي أن أفخر الدور المصري الإنساني في خدمة الأرمن رغم تبعيتنا للدولة العثمانية وأيضا فتوى من شيخ الأزهر في ذلك الوقت سليم البشري 1909 يوم 24 أبريل بعد مذابح أدنى الراجل اتلقى 21 ألف مسيحي ماتوا من الأرمن و9000 من الجنسيات الأخرى سريان وكلدان ولاتين وأوروبيين أشورين. يعني إجماليهم 30,000 بسبب جدلية الشريعة والدستور اللي احنا عشناها بعد 25 يناير بالظبط كده إن الدستور ولا الشريعة يعني إلغاء الشريعة الإسلامية يعني كان عندنا مفتي اسطنبول أباح القتل المفتي أو الشيخ الأزهر في مصر سليم البشري حرم القتل واعتبر أن هذه من الكبائر فتوى قوية جدا اتنشرت أيام 24-25-26 أبريل 1909 في جريدة المؤيد المؤازرة بشدة للدولة العثمانية واللي توجهها إسلامي وفي محامي مصري اسمه حسن صبري اللي هو رئيس الوزارة سنة 45 اللي مات في البرلمان وهو بيلقي خطاب العرش هذا الرجل المحامي على نفقته الشخصية تم ترجمة الفتوى إلى اللغة التركية وبالتلغراف بعد 25 ألف تلغراف إلى جميع أنحاء الدولة العثمانية بهذه الفتوى اللي أنا بعتبرها فتوى مصرية طيب عندما كنا في أرمينيا في الرحلة الأخيرة التقينا البابا توادروس وكان سؤال لنا سؤال مهم جدا يمكن يخرج من كلامك لماذا تكون الإبادة أو المذابح الجماعية تأتي دائما باسم الإله باسم ربنا نسمع إجابة البابا توادروس ونرجع نكمل الحوار أود في هذه الزيارة أن أنا أشكر أخينا الحبيب وأخينا الروحي صاحب القداسة الكاثوليكوس كارنكين الثاني وكل الأباء الأساقفة والأباء الكهنة وكل الشعب الأرمني على الحفاوة والضيافة والكرم في هذه الزيارة التي تمتعنا بها كثيرا هي بلاد جميلة وكنيسة جميلة وزادها جمالا احتفالها بالتذكار المئوي لهؤلاء الشهداء في الأرمينيان جينوسايد مشاركة الكنيسة القبطية هي مشاركة على مستوى الكنيسة باعتبار أن الكنائس الشرقية القديمة والتي نسميها الأورينتال أرثوذكس تشيرشز نحن واحدة منها في الكنيسة المصرية التي تضم الكنيسة السوريانية والأرمنية والإثيوبية والإريترية والهندية هذه المجموعة نسميها الأورينتال تشيرش ونحن كنائس سيستر تشيرشز إخوات
واحد في الإيمان، واحد في الصلوات، واحد في العقيدة. والنهاردة على سبيل المثال كنت بصلي قداس في كنيسة أرمنية، ويا الوفد القبطي حضروا ناس من السوريان وحضروا ناس من الأرمن، ومطران الأرمن كان حاضر ويانا، مطران الأرمن في مصر. نحن سعداء بالمشاركة في هذا التذكار المئوي، والحقيقة هذه الكرامة التي قدمت للشهداء بحضور بطاركة من العالم وممثلين عن الكنائس، كل كنائس العالم، وحضور مسؤولين حكوميين ورؤساء دول من دول عديدة، أعطى بهجة شديدة لهذا الاحتفال الذي فرحنا به كثيرا. وهذه المشاركة كما قلت هي على المستوى الكنسي، المستوى الكنسي، والمستوى الكنسي الشهداء في أي مكان الذين نالوا استشهادهم على الإيمان المسيحي هم يعتبروا شهداء في أي كنيسة على مستوى العالم كله. نحن في الكنيسة المصرية يوجد عيد في الكنيسة اسمه عيد الشهداء، نحتفل به في أول السنة القبطية في كل عام، والذي يوافق 11 سبتمبر من كل سنة. والشهداء لهم كرامة كبيرة ولهم مكانة خاصة في السماء نؤمن بها ونعتز بها ونطلب شفاعتهم ونطلب صلواتهم. أنا مواطن مصري ورئيس الكنيسة المصرية، فبمثل الكنيسة المصرية، ومشاركة الكنيسة مشاركة مع الكنيسة الأرمنية في هذه المناسبة الجليلة يعني، فهي المشاركة على مستوى الكنيسة. الحكومات بتقدر مواقفها، كل حكومة لها تقديراتها ولها نظرياتها، يعني ده موضوع يخص الحكومة، أنا يعني ما عرفش ألم بيه، لها توقيت مناسب تقول، يعني مثلا ألمانيا امبارح اعترفت بس بالإبادة الأرمنية امبارح، يعني بعد 100 سنة، وهكذا في بلاد تانية اعترفت بها من بدري وهكذا. فهي مسألة وقت، وهي في نفس الوقت ورقة سياسية تستخدمها الدول من أجل مصالحها. أي مجزرة لازم يوجد لها سبب، والدين شيء كبير أوي في حياة الإنسان، أي إنسان، أي إنسان، حتى الديانات الوثنية. فالأمور ده هي لما بتم بتاخد غطاء من الدين، لكن الدين لا يقول بذلك أبدا، أي دين. أنا شاركت في حضور المناسبات اللي تمت كلها بدون استثناء، وشاركت في اجتماع مع رؤساء الكنائس الشرقية، وعملت قداس النهاردة، وبنعمة ربنا نرجع بكرة بلدنا. في مطران أرمني موجود في مصر لنا علاقة طيبة وياه، بيشاركنا وبيحضر ويانا في مناسبات كثيرة، ومفيش طبعا ما فيش هنا أقباط، لأن الكنيسة الأرمنية هي كنيسة زي الكنيسة القبطية، يمكن في أسرة واثنين فقط، يعني الأمر مش مستوجب كنيسة خاصة بيهم. وفي زيارات وتبادل علاقات، في عندنا مطران للأرمن الأرثوذكس ومطران للأرمن الكاثوليك، والاثنين علاقتهم طيبة بينا خالص. تعليقك على الحوار ده اللي كان السؤال الأساسي فيه، لماذا يكون القتل دائما باسم الإله أو باسم الرب أو باسم الله؟ هو الأنظمة الحاكمة هي اللي بتوظف الأديان لخدمة أغراضها السياسية، لكن لا يوجد دين من الأديان حتى بما فيها الأديان الطبيعية اللي هي الوثنية لا تحض على القتل. كل الأديان بتحض على السلام والأمن. لكن الغالبية العظمى من القاعدة العريضة اللي هي في الغالب بتكون موجهة دي بيتم السيطرة عليها من خلال أفيون الدين. لكن الاتحاد والترقي كانوا أكتر ناس لا دينيين، يعني كانوا علمانيين بعد أكتر ناس لا دينيين، وبعضهم كان ملحدا. لكن في وقت غرقت فيه الدولة العثمانية وضعفت، أعلنوا الجهاد، أعلنوا الجهاد وقالوا
الجهاد ضد أعداء الداخل وأعداء الخارج. القاعدة العريضة من سكان الدولة العثمانية وبالذات الأكراد اعتبروا أن دي إشارة إلى إبادة الأرمن. فعشان كده اعتبروا الأرمن أعداء الداخل. اعتبروا أن المقصود بأعداء الداخل هم الأرمن، وده تقليد أخدوه من أيام السلطان عبد الحميد ومذابح 1894. خلال الفعاليات التي جرت في المائة عام حوالين ذكرى المذبحة، شارك 4 من الوفد المصري، كنت أنا واحد منهم في ندوة، أعتقد أن أنت دعيت إليها ولكن الظروف لم تسمح. منتدى، المنتدى كان بدعوة من الرئيس الأرميني سيرج سيركسيان، وكان السؤال كيف يمكن أن نمنع مذابح أخرى. والسؤال الأهم، هل لو كنا قد اعترفنا بمذبحة الأرمن كنا قد تجنبنا مذابح أخرى؟ بمعنى، هل الإنكار يكرر الذبح؟ خلينا نتكلم بعد الفصل، نلتقي بعد الفصل. يريفان عاصمة أرمينيا تقع على هضبة مرتفعة بتزيد على أكثر من 1800 متر فوق سطح الأرض. قاعة المؤتمرات في العاصمة الأرمينية مرتفعة أيضا أكثر من 1200 درجة سلالم، كان علينا نحن نصعدها سلمة سلمة لغاية ما نوصل لقاعة المؤتمرات. قاعة المؤتمرات كانت بتناقش قضية مهمة جدا، كيف يمكن أن نتجنب المذابح في العصر القادم، في الوقت القادم. وكان السؤال المهم، لو كنا قد اعترفنا بمذبحة الأرمن، هل كان من الممكن أن نتجنب بقية المذابح الأخرى اللي حصلت في ألمانيا على سبيل المثال لليهود، في بوروندي، في الفلبين، وأيضا المذابح اللي بتحصل في سوريا الآن، هل كان من الممكن نتجنب هذا الأمر؟ كان السؤال في حوالي 1200 مفكر وحقوقي وناشط وصحفي وكاتب وأديب وسياسي ورجل دين أجابوا على السؤال. كان من المفروض يجاوب على السؤال أيضا الدكتور محمد رفعت إمام، ضفنا والذي يوصف بأنه مؤرخ الأرمن في مصر، هو حيجاوب. طبعا جميع الدول الاستعمارية من الولايات المتحدة حتى إسرائيل ارتكبت في حق الشعوب الأصلية وفي حق السكان جرائم حرب وإبادة ومذابح وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم، ولأن الكبار كلهم مدانين بارتكاب إبادات جماعية، ففي اتفاق ضمني بينهم جميعا يعني ألا يعترفوا ويفعلوا الاعتراف بالإبادات، لأن دائما وأبدا الإبادات بتقع على الشعوب الضعيفة المقهورة الذي لا حيلة لها، المستغلة المستنزفة. اتنين، ان آليات الدولية زي الأمم المتحدة لا تقوم بدورها الأمثل اللي هو منع ارتكاب مثل هذه الجرائم الكبرى، لأنها طبعا ربع ميزانيتها من الولايات المتحدة الأمريكية، ولازم تمشي بإشارة من الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا هنا رغم أن الدولة العثمانية كانت دولة مهزومة، لكن ما قدرش يعملوا معها زي ألمانيا، لأنهم كانوا محتاجين لهذا الكيان أن هو يقف حائط صد يحميهم من الشيوعية، ومحتاجينها أيضا في حلف شمال الأطلنطي الناتو. أيضا الولايات المتحدة وتأثير اللوبي اليهودي هناك لا يريدون للمجتمع الدولي أن يعترف بأي إبادة غير الهولوكوست. وبالتالي ضف لكده بقى الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وتركيا، بين تركيا وإسرائيل، بين تركيا وأذربيجان، اللوبي اليهودي اللي بيلعب كويس قوي لمنع أي منظمة أو دولة كبرى تعترف بأن فيه إبادة جماعية غير الهولوكوست. لكن في الحرب العالمية الثانية رافائيل ليمكن اللي هو يهودي من بولندا هو اللي اخترع
مصطلح جينوسايد. لان كان تشرشيل بيوصف الجريمه دي بانها جريمه الجرائم، لكن هو اللي نحت المصطلح الاباده الجماعيه، الاباده الجماعيه، ونجح ان هو يدخله في الامم المتحده وهي لسه كائن صغير. وبالفعل في 9 ديسمبر 48 الامم المتحده اسست اتفاقيه منع اباده الجنس والمعاقبه عليها، ودي المرجعيه اللي اتحاكمت على اساسها المانيا، ولحد النهارده بتدفع تعويضات. لكن مثل هذه الاليات ما اتعملتش مع لا الخمير الحمر في كمبوديا، أيوة، ولا الهوتو والتسو في رواندا، صحيح، ولا مع اي مع الفلسطينيين في فلسطين، ولا في السودان، في ولا في السودان، ولا في اي مجتمع اتعرض لاباده الا وكمان ضحايا الحرب العالميه الثانيه مش يهود بس، ده يهود وسلاف ومثليين وغجر 15-16 مليون واحد، وخصوم سياسيين من المانيا، كل دول تعرضوا لاباده، صحيح. لكن الاعلام والقوى الدوليه نجحوا ان هم يحصروها حصرا في اليهود، لان هم كان الهدف الاساسي هو خلق وطن في فلسطين لليهود. تمام. طيب هنا يكون السؤال، المعروف دايما انه جرى تحديد العدد من الناس اللي تسببوا في المذبحه الارمنيه وقد عوقبوا كما تعلم حضرتك. ما فائده الاعتراف بهذه المذبحه الان حضرتك؟ يعني هيستفيد الارمن في ايه منها؟ الارمن كانت مطالبهم في البدايه مطالب معنويه، رد الاعتبار والاعتذار من تركيا على الجريمه النقراء اللي ارتكبها نظام الاتحاد والترقي بحقهم. لكن بعد مرور سنة والعند من الأنظمة التركية والتشبث بأن ظروف الحرب العالمية هي اللي تسببت في مقتل 700,000، ده خلى الأرمن يفكرهم في مطالب واضحة المعالم. أولا شرق تركيا النهاردة هو ده أرمينيا الغربية اللي حصلت فيه المذابح، اللي هي تركيا حط أيديها عليها، شرق تركيا، أيوة، كله اللي هم 6 محافظات جزء منها اللي هو حصل فيها المذابح، اللي هو فان وبتليس وخربط وديار بكر وإرزروم، كل دي هي أرمينيا الأسامي الغربية. دي كلها موجودة على النصب التذكاري بتاع المذبحة، هي دي حضرتك أرمينيا إرمينستان في الخرائط العثمانية، إنه كان يكتب إرمينستان وكردستان في الخرائط العثمانية. طبعا لما جم يرحلوا الأرمن قالوا لهم ده الموضوع بس فترة قليلة عشان بس ممكن تتعرضوا للخطر في ظل ظروف حرب بيننا وبين روسيا، فاحنا هنقلكم في مكان آمن وكل الأشياء بتاعتكم هنحافظ عليها لحد ما ترجعوا. الأرمن يخرجوا من هنا يدخلهم عناصر التركية والشركسية والكردية، استولوا على الممتلكات وعلى الثروات. أخطر حاجة إن نظام الاتحاد والترقي وبعد النظام الاتاتوركي كانوا بيحولوا إمبراطورية قعدت 5 قرون اسمها الدولة العثمانية وفيها الخلافة الإسلامية هيحولوها لدولة أناضولية. طبعا في ناس كتير كانت رافضة وبالذات جنرالات الجيش التركي، فكان لازم هؤلاء الجنرالات يغضوا الطرف. التمن اللي خدوا جنرالات الأتراك عشان يوافقوا من الدولة العثمانية تتحول من إمبراطورية أممية في 3 قارات إلى دولة أناضولية واحدة، أملاك الأرمن وفلوسهم دي كانت التمن اللي قبضوا هؤلاء الجنرالات. وعشان كده النهاردة اللي حيتان رؤوس الأموال اللي في تركيا دول هم اللي خدهم التمن. يعني في تعويضات كثيرة، ثروات الأرمن طبعاً كلها، 6 محافظات محافظات بأكملها بكل اللي فيها، غير بقى الفلوس اللي كانت في البنوك. فطبعا الأرض والتعويضات أو حسب القانون الدولي الجبر. طيب حضرتك رحت أرمينيا؟ رحت مرتين. عايزين نشوف بعض اللقطات اللي يمكن الناس بتسمع عن المذبحة لكن وخافت يمكن أرمينيا من كتر الكلام على المذابح وعلى الصور المؤلمة. طبعا خلينا نشوف بعض اللقطات الطبيعية يمكن اللي على مدينة جميلة، العاصمة ريفان مدينة جميلة الحقيقة. خلينا نشوف الكلام جزء منها.
احنا في ميدان مهم جدا. الميدان دون فيه تمثال بيطلق عليه Mother of Armenia او ام ارمينيا. ام ارمينيا هي رمز للمقاومة او رمز للكفاح او رمز للاعتراض. وخلي بالكم انها بتبص على ناحية الحدود التركية. اللي انا عايز اقول لكم ان الام حاجة مهمة جدا في ارمينيا. الام حتى في فترات الشتات، فترات الطويلة اللي كانت معظم الأرمن خارج بلادهم، كانت الأم هي اللي حافظت على الوطن. حافظت على الوطن من خلال إيه؟ من خلال الحرص على أنها تحكي لأولادها تاريخ البلد، تعلمهم اللغة، تلبسهم نفس الثياب الشعبية، وتأكلهم نفس الأكلات الشعبية، وتحافظ على التراث، وتورثهم كثير من التذكارات. الأم هي فعلا هي التي حافظت على الوطن خارج أرمينيا وداخل أرمينيا. لذلك فهنجد أن المرأة هنا تمثل تماثيل كثيرة، منهم زي ما قلنا يعني مظهر في أرمينيا أو أم أرمينيا. مشهد طبعا بيؤكد بعد كده أن احنا قدام ريفيو عريض جدا لبلاد جبلية بالدرجة الأولى، وأرمينيا أصلا ليست لها سواحل، والاتصال الأساسي بينها وبين روسيا بشكل أو بآخر ما فيش اي اكتر، ما ليست لها حدود، ليست لها مواني، ومعظم مواردها بدرجه او باخرى بتعتمد على تحويلات الشعب الارميني خارج بلاده. ويمكن هتستغربوا، قلت لكم انه الارمن في الشتات يعتبروا 3 أو 4 اضعاف الارمن داخل الارمينيا نفسها. التمثال ده للمصمم المعماري لمعظم مدينة البريفانا العاصمة، اسمه ألكسندر كمرياني، وأيضا هو محطوط في الحتة دي بالذات لأنه هو وصل بين الارتفاعات أو الأماكن المرتفعة أو المباني المرتفعة، وأيضا الأماكن الموجودة في وسط المدينة. ده تمثال بيرجع لشخص صمم هذه المدينة العاصمة من 100 سنة، في تخليد للشخصيات المؤثرة جدا، خصوصا أنه في جزء من المذبحة جاء الأتراك وجابوا أكثر من 140 مفكر وأديب وكاتب وفنان وموسيقار ومهندس معماري، وذبحوهم ذبحة الشاه. هم بيدركوا تماما أن الحضارة هو أن تتخلص من المفكرين، والحضارة هو أن تعيد المفكرين إلى الوجود. الحضارة قضاء على الحضارة يعني قضاء على المفكرين، وإعادة الحضارة هو إعادة للمفكرين، وده درس في كل الدنيا. المكان هنا يعتبر مكان جديد فيما يمكن وصفه بالفن الحديث. زي ما شايفين في تماثيل متنوعة مختلفة، في إحساس بأنه منطقة سياحية جديدة تمتلئ بالمطاعم، وده جزء من تطوير عاصمة أرمينيا بشكل جديد. هقول لكم في آخر الجبل هنا فوق في عند الكوخ اللي هناك ده، الضوء اللي انتوا شايفينه هناك ده، هناك بيت تشارل أزنافور اللي هو سفير أرمينيا في فرنسا، واحد من أهم المطربين في العالم، وأيضا سفير مهم لبلاده في الغرب الأوروبي. كيف تعيش أرمينيا الآن وهي عبارة عن 1/10 من المساحة الأصلية من أرمينيا الأم أو من أرمينيا التاريخية؟ يضاف لذلك أنه كما تعلم حضرتك أنه أرمينيا جرى استقلالها أخيرا عن الاتحاد السوفيتي سنة 1991. في دقيقة واحدة قبل ما يطلع فاصل، لو لنا كيف تعيش أرمينيا؟ أرمينيا دولة محاصرة من أذربيجان وتركيا، وملهاش منافذ على البحر، لكن علاقتها قوية جدا بإيران، والسياحة الإيرانية بتمثل عمود فقري للاقتصاد في أرمينيا. بالإضافة إلى أن الأرمن مهرة في الحرف وفي التكنولوجيا، وهم منتجين بامتياز في عالم التكنولوجيا. دي يعني الحاجات اللي بتميز أرمينيا. أضاف لذلك كمان إنه هو تحويلات الأرمن في الخارج، ده جزء أساسي. إن أغلبية الشباب الأرمني بيعمل في جورجيا وفي روسيا، وعشان كده لاحظنا في مرة من المرات مستوى
يعني الشارع كويس جدا في اللبس. صحيح. فسألنا قالوا لا ده كله بسبب الشباب بتوع العيلة بيروحوا جورجيا أو روسيا يشتغلوا وبيبعت باستمرار للعائلة. هو الحقيقة الجيل الجديد من الفتيات ومن الشباب أنيق جدا، بسيط في أناقته، مهتم بنفسه. ويمكن كان زمان بيقال أنه المرأة الأرمنية نش حادة جدا، ولكن الآن بسبب مراكز التجميل تغيرت صورة المرأة. هي شرقية وبتتميز بكل سمات المرأة الشرقية، هي الأم الحقيقة اللي تحافظ على العيلة. حسن، حضرتك سؤال ولكن حضرتك تفكر فيه لغاية ما نطلع فاصل ونرجع. هل مصر اعترفت بالمذبحة الأرمنية ولماذا لم تعترف مصر؟ إيه الجدل الدائر في هذه القضية؟ بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد. بابا الفاتيكان والاتحاد الاوروبي اعترفوا بالمذبحه الارمنيه وقالوا انها اباده جماعيه بما في ذلك المانيا نفسها. لماذا لم تعترف مصر؟ لماذا لا تكون المذبحه الارمنيه ورقه ضغط في ايد مصر على الاتراك، على اردوغان، تواجه بها كل اللي بيعمله السيد رجب طيب اردوغان؟ السؤال اللي ضيفي دكتور محمد رفعت الإمام، بجد الترحيب بحضرتك. والسؤال لحضرتك تاني. على أرض الواقع مصر قدمت للأرمن ما لم تقدمه الدول الأوروبية والدول اللي بتزعم أنها بتناصر قضايا حقوق الإنسان. في الوقت اللي كانت فرنسا وبريطانيا بيخشوا على مصالحهم في الدولة العثمانية من ان هم يستقبلوا الارمن كلاجئين عندهم، مصر استقبلت الاف اللاجئين الارمن وعاشوا امنين سالمين على ارض المحروسة رغم الضغوط اللي كان عايشها الشعب المصري بين امبراطوريتين، امبراطورية محتلية بتاخد منه جزية والعثمانية ودولة بريطانية محتلية وبتستنزف دماء موارده. رغم هذا النزعة الإنسانية اللي بتميز مصر، فجر الضمير الإنساني، في هذه اللحظات تفوقت على كل الوضع القانوني والوضع الاقتصادي. 2000 لاجئ في الإسكندرية 1896، 4200 لاجئ في مدينة بورسعيد، معسكر بورسعيد الشهير، ده في سبتمبر 1915، 6000 في سنة 1917. سعد زغلول يصدر قرار لم تصدره أي دولة من الدول الكبرى في هذا التوقيت، إن مصر تاخد من أيتام الأرمن اللي اتجمعوا في القدس 806 بنت و300 ولد عاشوا في مصر من عام 1924 كأبناء مصريين وجزء لا يتجزأ من الجالية الأرمنية في مصر. على مستوى المعرفة، أول كتاب عن مذابح أضنة طلع من الإسكندرية في أواخر عام 1909 لمطران أضنة موشيخ سيروبيان، طلع من مصر، من الإسكندرية. أول كتاب في العالم وبأي لغة عن المذابح داخل الدولة العثمانية طلع من مصر في خريف 1916. فايز الغصين محامي سوري عربي كان محكوم عليه بالإعدام زيه زي 800 شهيد عربي اتعدموا في سوريا ولبنان على إيد جمال الجزار، جمال باشا الجزار. الكتاب اتهرب مع تاجر هندي وتم طباعته في طبعة محدودة لأول مرة في مطابع اللي هي مجاورة للحسين. وحتى هذا التوقيت الكتاب اسمه المذابح في أرمينيا. حتى هذا التوقيت لم يكن العالم يعرف ماذا يدور داخل الدولة العثمانية، لأن ما فيش لا ساتلايت ولا وسائل اتصال حديثة ولا قديمة. بريطانيا
واللي كانت اقوى مخابرات في هذا التوقيت والولايات المتحده ما همش قادرين يخترقوا الداخل العثماني عشان يعرفوا ماذا جرى. كان لاول مره العالم يكتشف يعني احنا اللي فتحنا السكه من خلال كتاب المذابح في ارمينيا لفايز الغصين وبسرعه اترجم للغه الانجليزيه واعد نشره على نطاق واسع. وده كان سبب من اسباب دخول الولايات المتحده الحرب سنه 1917 لما قامت الثوره البلشفيه وانسحبت روسيا ودول الوفاق او زي ما بنقول عليهم الحلفاء كادوا ان يتعرضوا لهزيمه كبيره على ايدي المانيا. الادبيات اللي اتنشرت في القاهره في الصحافه المصريه باللغة العربية أو باللغات الأجنبية في هذا التوقيت العالم كله ما كان بياخد أخباره الصحيحة من الصحافة المصرية. هقول حضرتك يعني على مراسل جريدة الأهرام عمل حاجة خرافية جدا في هذا التوقيت. شاف مذبحة من المذابح اللي جرت للأرمن فحب يوصلها. كانوا في هذا التوقيت قاطعين التلغراف عشان ما فيش حاجة توصل بره. الراجل خد مركب صغير ومشى في البوسفور لحد ما تلاقى كانوا كويسين زمان سفينة رومانية. عرض عليهم والحسن الحظ طلع الرومانيين بينهم وبين الأتراك طار ففتحوا له التلغراف بتاع السفينة وصل رسالة وبعتت الرسالة اتنشرت في الأهرام وجميع صحف العالم أخذت من الأهرام خدت منها بما فيها التايمز والنيويورك تايمز نقلا عن الأهرام ماذا دار في الأستانة. وأنا في أرمينيا صورت عائلة أم وابنتها والأم شايلة صورة الأب وصورة الأم وراها عند النصب التذكاري ومعاها زهور. كما تعلم أن الزهور بتبقى منكسة لأنها تتجه إلى القديسين أو الضحايا الموجودين تحت الأرض. سجلنا حوار اللي أدار الحوار الحقيقة وأصرينا أن يكون الحوار باللغة الأرمانية واللي ترجم الحوار دكتور جورج نوبار عميد كلية الفنون التطبيقية في مصر ونشوف الجزء ده. اسمي آنا، أنا أدرس هنا في جامعة ليفان الحكومية في كلية الدراسات الشرقية في قسم الدراسات العربية. نحن الآن في نصب التذكاري لشهداء لذكرى شهداء البادة الأرمانية التي وقعت منذ 100 سنة. كما ترون النصب عبارة عن 12 قطعة يعبر عن المقاطعات 12 في تركيا التي جرت مجازر هناك. اليوم نحن قبل بيوم واحد من الذكرى المئوية وكما ترون الناس يقومون بوضع أزهار باحترامهم للشهداء هي فقط لكي لا تقتطع الرؤوس الأزهار. لهذا هم يمسكون مقلوبة ويضعون حول الشعلة الأبدية التي تعبر أيضا عن روح الشهداء الأرمن. النصب التذكاري هذا يعبر عن النهضة الأرمنية وأيضا القسمين الذي انتشر الأرمن بعد المجازر يعبر عن توحيد اتحادهم في النهاية الأبدية. تم بناء النصب في بذكرى 50 للإبادة في عام 1965 ولكن انتهى بناءه في عام 1967. فالناس منذ ذلك الوقت خاصة في 1965 طلبوا بهذا النصب عن طريق احتجاجات في يريفان في مدينة يريفان بذكرى 50 ليحيوا ذكرى الشهداء. لدينا الأزهار ومن المعروف أنها تصل غدا لليل إلى هذا الطول من قبل الزوار.
أنا هنا أمام الشعلة الخالدة. هذه الشعلة الخالدة بتضم يعني دليل على أن كل الشهداء رمز لكل الشهداء الذين يعني كانوا ضحايا العبادة الأرمنية. أتراك العبادة التركية في أرمينيا. وزي ما خدنا الرحلة من ورا من برا لغاية هنا، فهنا اليوم اللي قبل ذكرى المحرقة أو ذكرى الهولوكوست الأرميني، فهنا بنجد أن كل الأطراف بتيجي، العائلات جاية من معظم شتات العالم، جم هنا عشان يتذكروا أسرهم ويتذكروا ضحايا ما جرى لعائلتهم لأجدادهم لآبائهم القدامى. شيء يعني الحقيقة يعني في محاولة لما يمكن وصفه بتضامن الأمة في الأرمنية، الأمة في تضامن واضح جدا. يعني هذه الأمة كانت قادرة على أنها تحيي الوطن حتى في فترة الشتات، في فترة الخارج البعيد عن الوطن، قدروا يحافظوا على إحساسهم بأرمينيا، قدروا يحافظوا دوا من خلال الأم، من خلال التقاليد، من خلال العادات، من خلال الطعام، من خلال كل شيء. الحقيقة حافظوا على أرمينيا، حتى حافظوا على وطن أرمينيا خارج أرمينيا، وهم الآن بيجوا عشان يثبتوا أنهم جزء من هذه الأمة وجزء من هذا الوطن، رغم أن عدد كبير جدا منهم جاي وفي جيبه أكثر من جواز سفر. خلينا أقدم لكم شخصية متميزة جدا، السيدة مريم منكام، وهي مسؤولة عن إحدى المنظمات الخاصة بالبرلمان الأوروبي. أيضا حيكون معايا للترجمة الدكتور جورج نوبار، عميد كلية الفنون الطبية. قولي لي أنت جاية ومعاك الصورة، مين الصورة دي؟ الصورة دي بتاعت مين؟ Այս պատկերի մեջ իմ մեծ պապիկն է եւ մեծ տատիկը, որոնք քաղտվել են Իգդիրից եւ ճանապարհին կորցրել են իրենց երկու տղաներին, եւ մենք կոչ ենք անում այս նկարով, որպես իրենց հոգիները հանգիս լինեն, որ մենք հիշում ենք եւ պահանջում։ Իրենք արմանացած են։ Այո։ Դե սուրդ գդահա ու գդդտա, հոմ այամ المذابح طبعا وهما بيهربوا في الطريق، كان عندهم ولدين توفوا وهم توفوا كمان، فهم النهارده جايبين الصوره لاحياء ذكراهم ولارواحهم، وبيقولوا نفس الشعار بتاع الاحياء المئويه، بيقولوا نتذكر ونطالب. يعني ممكن ان نفهم بالتذكر، يعني نعرف كل ما امام كل ما حولنا يؤكد فكره التذكر بالقطع، يعني النصب التذكاري، الاهتمام العالمي، المناقشه القضيه على مستوى كبير، ولكن ما هو الطلب المطلوب؟ ما هي المطالب؟ يعني بسيجور هيشومينك اسكنانك هيشومينك ورمتنيت كوكاكون بوتش اشخرت زيدك هيشنكور فايتس كسيجور بهانچومين همار انچ حافظوا عليها زي حاجة مقدسة الحقيقة، كتاريخ وتراث للأسرة، فبيحافظوا عليها بشكل كبير. يعني هاي ժողովուրդ ընդհանրապես կոչ է անում աշխարհին, որպեսի սպանությունները, պատերազմները, նման չարագին երևույթները երբևիցե աշխարհում չլինեն, որովհետև մենք օրինակներ ենք տեսնում Սիրիայում, մենք օրինակներ ենք տեսնում Եգիպտոսում, մենք օրինակներ ենք տեսնում աշխարհի տարբեր երկրներում, եւ մենք կոչ ենք անում բոլոր ժողովուրդներին, որ զերծ մնան ցանկացած պատերազմից եւ արյունալի իրավիճակներից։ Եվ դուլ նեբ դամել նդա, يعني كالارمن كلهم بيعملوا نداء لكل العالم مش بس قضية الأرمن، يعني بيتمنوا كل الحروب وكل المجازر وكل المذابح دي تقف حتى في الشرق الأوسط وبتقول في سوريا في أي مكان، هم بيصلوا لده وعايزين يوصلوا صوتهم للحتة دي، يهمهم عالميا الموضوع ده يقف مش بس قضية أرمينيا. يعني كيف حفظت المرأة الأرمينية على الوطن وهم خارج الوطن؟ انچ بس کوم دازکور های دیگینری وایوتنری باهیتین ایرنت هایچونا هاگراکور هایستانا تور سابرتسان پاپاگانا دن կարծում եմ հայ գենն է բավականին մեծ եւ հայի դաստիարակությունը ավանդույթներին հավատարիմ մնալը جزء من التربية الأرمنية الحفاظ على التراث، كل العائلات بيحبوا يورثوا ده لأطفالهم عشان يقدروا يحافظوا على التراث ده، حتى يعني بتقول حتى اللي بره برضو بيندمجوا في دولتهم لكن ما زالوا بيحافظوا على الهوية الأرمنية. يعني
هل حكيت لبنتك المجرى؟ ترى أختكنا. أيوة، إما أختكنا. منك أي هاريور تاري أنسيلة يب أي يرا كانشور بات ميلوف هيشلوف مرتان كاتسات بات موتون إنش بس بات ميلر مرتاتيك كاخت ولو جامانك منك بوخان سو منك مدير خانرين ور بيسيرنك هيشين يب تمورانان أين تاجانالي جامانك نرى ور كرلن مر كل يعني اوريدي حكيت لها كل حاجه ووريت لها الصور، حكيت لها القصه عشان هي ما تنساش الايام الصعبه اللي هم عدوا منها الاسره كلها التراث، فهم بينقلوا من جيل لجيل عشان يعرفوا التاريخ وتراث الاسره نفسها. نشكر حضراتكم، انا عايز اقول حاجه، يعني بشكر حضرتك شخصيا والناس ان انتم متواجدين هنا في يوم زي ده. هو احساس كلنا خليط بالسعاده والحزن، حزن للاحداث طبعا، سعاده ان العالم كله معانا يعني طبعا، ومصر بالذات يعني احنا مصريين اكتر من ارمن. يعني أنت تحمل الجنسية المصرية، كيف يمكن أنك أنت يعني حملت الجنسية المصرية وخدمت مصر وجزء من وطنك؟ أنا عارف ودخلت الجيش، أنا عارف ده طبعا كويس. لو لحقتك حافظت في نفس الوقت على هوية الهوية. أنا دايما بقولها والناس بتفكر بنجامل، أنا تأثرت من شوية في لقاء تاني، لكن حقيقة يعني أنا قلت كلمة، قلت إن ملايين الأرمن في كل بقاع العالم لن ينسوا فضل مصر وكرم مصر وشعب مصر بعد ربنا سبحانه وتعالى، إن مصر بكل حكوماتها وشعبها هم اللي خلونا نحافظ على الهوية، يبقى لينا كنائس أندية مدارس لحد النهاردة، دي حقيقة. يعني أنا عايز أقول لك كمان الحقيقة كمان أن الأرمن قد قدموا لمصر الكثير، قدموا لمصر الكثير من الحرف والصناعات والتجارة والخبرات الكبيرة جدا، يعني أن نحافظ تحافظ أمة على حضارة أمة أخرى، فالمكاسب متبادلة. وكمان في نقطة يعني حياتك طبعا أستاذنا في دائما، حياتك تشوف الأيتام لما نزلوا بورسعيد، طبعا الأرمن كانوا موجودين أيام فاطميين نبار باشا كان أزهى العصور، لكن لما جم بورسعيد لو تشوف شكل حياتك، يعني أنا دايما بقول لهم في كل حتة مش تكرار، دي حقيقة، بقول لهم ده من خير مصر، ده من خير مصر حقيقة. وأنا يعني كحاجة شخصية أنا مبسوط جدا إن مصر موجودة معنا، لأن أنا شخصيا يعني حسيت وأنا هنا بحس بأرمنيتي جدا وبعتز بفتخر، لكن أنا مصري أكتر من أرمني، وفخور بالاثنين، فخور بمصر فخور بأرمينيا، وبشكر حضراتكم على كل اللي عملتوه، وده اعتراف ضمن الناس كلها لما حضراتكم تسيبوا وقتكم وتيجوا من أول يعني الوفود الرسمية وبابا تودوس وحضراتكم الميديا كلها، ده اعتراف ضمني بالمدابحكم جدا. شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا جزيلا. حقيقة عايز أقول لكم أن امبارح أنا حضرت أول الفورم الخاص بذكرى 100 سنة على الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن في 1915. الحقيقة الطلب الكبير كان في الفورم أو في قاعة البحث اللي شارك فيها عشرات من الشخصيات الكبيرة في العالم كله، سواء كانوا إعلاميين أو باحثين أو أكاديميين، هي كانت إنه كيف يمكن أن نمنع المجازر، كيف نمنع أن نمنع الإبادة فيما بعد، وكان من الضروري جدا أنه يناقش الخبراء الكبار في العالم، مش بس كيف تتذكر أرمينيا ما جرى في سنة 1915، ولكن أيضا كيف يمكن أن نمنع المجازر التي تحدث الآن في سوريا، وأيضا تحدث في ليبيا، وتحدث في داعش، وتحدث وحصلت قبل ذلك في بوروندي، وقبل ذلك في الفلبين، وفي أماكن كثيرة من العالم، وأيضا ما جرى في الحرب العالمية الثانية أيام النازية لليهود. كل ذلك السؤال الآن، كيف يمكن أن نمنع تكرار هذه المذابح؟ أول شيء في منع هذا التكرار أن نعترف، الاعتراف عدم الإنكار يعني التكرار، عدم الإنكار يعني التكرار، طالما لا نعترف يبقى هيتكرر ما يجري. دكتور محمد رفعت الإمام ضيف العزيز، مؤرخ الأرمن في مصر، والذي قدم القضية الأرمنية للعالم كله، في آخر دقيقتين في الحوار ماذا لديك أن تقول؟ يعني من وجهة نظري أن مصر على الأرض الواقع قدمت للأرمن كتير، ويكفي أن مصر هي الدولة الوحيدة النهاردة في الشرق الأوسط اللي بتتكلم عن ملف الأرمن بحرية تامة، وده من منطلق إنسانيتها، من منطلق مؤازرتها باستمرار يعني لمثل هذه القضايا. والأخطر أن ده شكل من أشكال الدفاع عن التهمة الموجهة للإسلام بأنه هو مسؤول عن الإبادة الأرمنية، وبالتالي فتح الملف بهذا الشيء، ونكتشف أن الشيخ الأزهر سليم البشري طلع فتوى يدين بها الكلام ده. على فكرة بابا الفاتيكان ما طلعش مثل هذه الفتوى في توقيتها،
بيطلعها بعد 100 سنة. كانت المصالح ساعتها بتحكم ان هو ما يطلعهاش بعد 100 سنة طلعها. وبالتالي التحميل على ان مصر تعترف سياسيا بان ما جرى للأرمن في عام 1915 بيشكل إبادة جماعية، يعني مصر كدولة عريقة في الشرق الأوسط وبتحمل جواها فجر الضمير، لا يمكن ان هي تتاجر او تساوم او تضغط بمأساة كبيرة راح ضحيتها 1.5 مليون من اجل الضغط على تركيا. لكن على ارض، لكن عمليا مصر لا تضع تركيا في اعتبارها، والقيادة المصرية بتنسق مع قبرص ومع اليونان ومع المجتمع الدولي والنهاردة مصر بتلعب دورها المتوسطي، دورها الأفريقي، دورها العربي، دورها الإسلامي، وبالتالي دورها الدولي ودورها الإقليمي. وبالتالي لم في وجهة نظري تركيا خرجت من اللعبة في منطقة الشرق الأوسط. دكتور محمد رفعت الإمام المعروف بمؤرخ الأرمن في مصر، وأول من قدم القضية الأرمنية للعالم من خلال دراسة الدكتوراه والماجستير، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. وأنتم أيضا لكم كل الشكر والاحترام والتقدير، وتصبحوا على ألف خير.